يجدي هذا القانون يعني إذا صدر حكم الآن من محكمة شرق فرجينيا بخصوص القضايا الثلاثة اللي تكلم عليها الدكتور عصام، يعني حتى لو كانت الأحكام مجرد أحكام مدنية يعني أحكام بالتعويض فقط، فبالفعل فيها إثبات لتهمة ممارسة جرائم الحرب من قبل خليفة حفتر، وهنا يصبح يعني تحت طائلة هذا القانون يعني بعد حكم المحكمة إذا إثبات بأن حفتر قد مارس جرائم حرب في ليبيا. ونحن نعرف بأن أحد بنود هذا القانون هو معاقبة وملاحقة الأمريكيين الذين ارتكبوا جرائم حرب في ليبيا. فمباشرة بعد حكم المحكمة نستطيع يعني أن يكمل من سعى في هذه المحكمة جهوده لدى السلطات الأمريكية بأن حفتر الذي حكم عليه في محكمة أمريكية بأنه اقترف جرائم حرب في ليبيا أصبح الآن تحت طائلة قانون استقرار ليبيا، وبذلك يجب أن يستبعد كما قال الدكتور عصام على الأقل، يعني هذه أقل أضعف الإيمان أن يستبعد من أي مشاركة في المشهد الليبي بعد ثبوت التهمة عليه. أيضا هناك مسألة يعني فقرة مهمة جدا في القانون وهي معاقبة كل الشخصيات التي كان لها دور في تمكين الروس في ليبيا، وهذا أيضا يعني بلا شك ينسحب على حفتر وعلى ميليشياته، ويمكن لجهود تبذل في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل يعني لجان الضغط هناك أو الحقوقيين مثل التحالف الليبي الأمريكي ومثل غيرها من اللجان أن تتواصل مع السياسيين الأمريكيين في الكونغرس وفي الحكومة الأمريكية وتؤكد بأن حفتر يعني متورط بشكل كامل مع مرتزقة الفاغنر الروسية، وبذلك أيضا يكون قد أصبح تحت طائلة القانون الأمريكي قانون استقرار ليبيا، وهذه خطوات جيدة لاستبعاد حفتر من مشهد السياسي الليبي وعدم إشراكه في أي حل سياسي قادم. تبقى مسألة الجنسية أيضا يجب التركيز عليها من قبل من يعني يناضل، أنا أسميهم مناضلين في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك من يناضل من أجل إقصاء هذا المجرم وإبعاده عن حكم ليبيا. يعني مسألة الجنسية هناك حاجة كبيرة في الحصول على مستند من أي دائرة أمريكية أو سلطات سواء كانت السلطات القضائية العدلية أو السلطات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية تثبت أن لهذا الرجل جنسية أمريكية، وبذلك سيكون يعني مستبعد من الترشح، وليس هو فقط، يعني هناك المادة واضحة في قانون انتخابات الرئيس تقول بأنه لا يجب أن يكون الرئيس له جنسية أخرى غير الجنسية الليبية، وأيضا والدي الرئيس وزوجته، فهذا سيبعد حفتر ويبعد أبناء حفتر أيضا عن ترشح في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية قادمة.